تعال اقول لك 7 حاجات لازم تعملهم لو انت في سنه اولى جامعه. رقم واحد، لازم تنسى خالص نظام المدرسه وتعرف انك داخل نظام جديد في كل حاجه. رقم اتنين، ركز كويس هتصاحب مين وهتكون في انهي شله، لانهم هيفرقوا معاك جدا في كل اللي جاي. رقم ثلاثة، استمتع جدا على قد ما تقدر، ده اكتر وقت بتكون فيه عندك طاقه ومش هيتعوض. حاول تتعرف على ناس وتخرج بس بحدود طبعا واحترام. رقم اربعة، انك تشتغل على نفسك، ده اكتر وقت هتكون فاضي فيه وبتجهز نفسك لسوق العمل، حتى لو حاجه بسيطه زي انك تقوي الانجليش بتاعك مثلا. وده ان الرقم خمسة، وهي انك تحط خطه لكل سنة، وخطة لما تتخرج هتشتغل ازاي وايه مطلوب منك في مجالك طول ال4 5 سنين دول، وده طبعا هتعرفه من الدفعات القديمة. قبل ما نيجي لرقم 6، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. نيجي بقى لرقم 6، ذاكر وانجح، مش مطلوب منك اكتر من كده، الحمل اقل بكتير من ثانويه عام، ولو عرفت تظبط الميزان ما بين اللعب والمذاكره هتبقى على وضعك. نيجي بقى الرقم 7، خد خبره واعمل اكسبيرينس، ادخل انشطه طلابيه حقيقيه طبعا ومفيده مش مجرد تضييع وقت، وكمان اهم حاجه انك تنزل تتدرب في شركات عشان دراعك يكبر من وانت في الجامعه. رقم 8 واهم واحده، وهي انك تتابع القناه هنا، مهتمين جدا بفتره الجامعه وهنزل حاجات قويه جدا الفتره الجايه.